انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل العراقية قبل أسبوعين، فإن المشروع الإرهابي السعودي في العراق يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة. فبعد عامين من الدعم السعودي المتواصل لتنظيم داعش الإرهابي بالأموال والأسلحة والانتحاريين، فإن بشائر النصر القادمة من نينوى توحي بأن الذراع العسكري للسعودية في العراق على وشك الاندحار في أكبر هزيمة تتعرض لها السعودية ومنذ تورطها في الحروب التي أثارتها في العديد من دول المنطقة. كانت السعودية تعلم علم اليقين بوقوع تلك الهزيمة التي سعت لتفاديها عبر محاولاتها المتكررة لتأليب الرأي العالمي ضد قوات الحشد الشعبية العراقية، والتي تشارك بفاعلية في تطهير محافظة نينوى من دنس الإرهاب جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والشرطة العراقية. وقد بان وقع تلك الانتصارات جليا على وجوه وصرخات دعاة الفتنة السعوديين. سيد عدو واجب به نتباهى، شق حلق الوقت مو بس حلق سلمان، من فتوى جهاد لسان الطاحة فزعت كل زلمنا من الجبل للهور، ما صدق السيد علي ناداه. ومما عمق جراحات السعودية هذه الأيام هو انتخاب العماد ميشيل عون حليف محور المقاومة رئيسا للبنان. هذه التطورات تنذر بقرب هزيمة المشروع السعودي الصهيوني في كافة ساحات الصراع، فتحرير الموصل القريب وحلب المرتقب سيقلب موازين الصراع في المنطقة، وبما ينعكس إيجابا على الشعوب المظلومة وفي مقدمتها شعبي البحرين واليمن الموعودين بالنصر على طغمة آل سعود الباغية.